ماذا عن عمق الملعب يا عزيزي؟ تعال نشوف توزيعة هجمات نادي الزمالك في المباراة، فيها مشكلة شوية. يعني ده 12 و6 من ناحية الشمال و8 و7 من ناحية اليمين. لا هو 12 و8 دول حتى يعتبر عمق ملعب إلى حد ما، بس يعني متقسم على ثلاثة. ما بشوفهاش قوي كده، بشوف إن أكتر إن إحنا وفي المباراة وإحنا بنتفرج ما كنتش تحس إن إحنا مركزين على عمق الملعب. في النهاية دي أخطر منطقة. يعني بمعنى تاني، أنا كويس قوي أجمع اللعب وأعمل المثلث في ناحية، بس لازم في اللعيب لو انا عملت المثلث وجمعت اللعيبه في ناحيه، الجناح الثاني يخش بقى يلعب في القلب. شفناها من شيكابالا في اللقطه اللي سدد فيها تسديدته قبل ما يسدد، تعال نشوف هو اوجد المساحه ازاي في القلب. تعال نشوف دي اللقطه اللي انا بقول لك عليها. بص هنا، لا ارجع لي بس سنه صغيره، من اول ما زيزو بيستلم، من اول ما زيزو بيستلم شيكابالا بقى هنا، ما يفضلش واقف هنا، تعال لي في القلب، تعال لي في القلب عشان افضي المساحه دي. لما اللعيبه دي تخش المنطقه يبقى في لعيب هنا الحته دي، هي ده الملعب بالزبط. كمل بقى هتلاقي شيكابالا بيخش هنا، خاصة ان اوباما لاعب خط وسط بيخش في المنطقة بالظبط. شوف بقى شيكابالا بقى في الحتة دي كده، خلاص انا عايز ده تتعمل كتير بالظبط. ما ده مهم جدا طبعا، لازم تتعمل اكتر من مرة، والجناح يتحول لصانع العاب طالما الجبهة بتاعته مش بيتم استخدامها في الهجمة. لان في للاسف للاسف احنا في 4 3 3، المفترض ان اوباما يعتبر في لحظة تطور الهجمة ممكن يكون هو لاعب صانع العاب رقم 10. اوباما من فضلك حاجتين انا محتاجهم منك في الفترة الجاية، تشيك يور شولدر، يعني شيك كده ايه اللي بيحصل حواليك خلينا نشوف قبل ما الكره توصلك. ايوه، والاستلام كويس. تعالى كده نشوف ازاي اوباما هنا في اول لقطه كده معانا، مفترض هو بص الناحيه دي، عارف انت وانت بتعدي الشارع بتبص يمين بس ما تبصش الشمال، عمل كده اوباما. تعالى نشوف اللقطه، وقف كده، هو هنا بيشاور استلم الكره، اول ما هيبص يمين لكن مش هيبص شمال اللي بيحصل وراه، رغم ان المسافه كبيره جدا، بص يمين بس، اتخطفت الكره لان احمد عادل ميسي جاله من الناحيه دي. انت لازم ترسم خريطه للملعب قبل ما الكره توصل لك. والله ميسي بالخير، رجالي ساسي كان عنده دايما احساس بالملعب، وطبعا حازم عظيم. حازم فورتي، بص هنا بقى واقف لحظه، معلش واقف طارق حامد، الناس بتتكلم ان طارق حامد مش ممرر كويس وبتاع، بص التمريره قطعت خط ممتاز ازاي، ودى امامه في منطقه ممتازه، لكن ايه اللي حصل؟ تعال نشوف كده، كمل، استلام سيء من اوباما، استلم بوشك لقدام على طول، استلم وروح، لكن اوباما ما حصلش كده، بالتالي الكره ماتت في العمق. تعال نشوف هنا تمريره بصت راحت لاوباما، ايه اللي بيحصل؟ واقف هنا بقى اوباما بطيء شويه، بس ايه اللي المفترض يحصل؟ كده اقطم وباصي لامام عاشور هنا، لا اما رجعها لورا تاني، فلحقوا لعيبه الاتحاد، انت صانع العاب اوباما، المفترض يكون قرارك افضل من كده في التمرير. بص هنا طارق حامد، الجمال تاني من طارق حامد، بص واقف هنا اوباما، استلام برضه، استلام سيء اوباما، خد الكره وروح، خد الكره وروح يا راجل يا طيب، مش معقول. الكره لمسه الثانيه الواحده دي بتفرق جدا في الهجمه، طبعا الهجمه قلت خطورتها لان هو اوباما بقى رايح العمق، اضطر يلعب على الطرف. بص هنا بقى، دي بقى مبادئ ناشئين اوباما، بص هنا واقف الكره دي، بص لا ناشئ يا جماعه، ده اول حاجه ما استلمش الكره كده، بستلم بالجنب عشان خاطر استلم الكره واروح على طول. استلم الكره وهو مدي ظهر الجون، بالتالي ماتت الخطوره اللي هو كانت ممكن يصنعها اوباما. تفاصيل صغيره محتاج تطورها في ادائك، تفرق كتير جدا مع الزمالك. انت وامام عاشور انتوا عصب اللعب في العمق، سر قله هجومنا في العمق ان اوباما استلامات مش افضل شيء، وامام بيروح على الطرف كتير، بالتالي محتاجين تحسن في هذا الصدد. انا اعتقد يعني الاثنين مركز 8 هي دي اكتر منطقه الزمالك شغال عليها، واعتقد مع فريرا ممكن اللعيبه وخصوصا لما تبقى كويسه وعندها يعني امكانيات فنيه زي امام، واعتقد ان اوباما ممكن برضو مع التدريب وكذا تتحسن النقطه.